في الحياة كتصادفنا إكراهات وضغوطات كثيرة، غالبا ما كتكون سبب مباشر في صراعات كنعيشوها مع غيرنا ومع أنفسنا. صراعات كتحمل في الطيات ديالها أسرار عديدة، واللي كنحاولوا ما أمكن كشفها من خلال حواراتنا بدون تفكير في الآخرين وآرائهم السلبية، متسلحين دائما بالقولة الشهيرة: هم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون. مرحبا بكم في الفسافاس. نبيل بن عبد الله سياسي مغربي محنك من مواليد العاصمة الرباط، حاصل على شهادة عليا من المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية بباريس، شعبة العلاقات الدولية، مسار أكاديمي مميز فتح قدامه أبواب كثيرة لشغل مناصب عنوانها الرقي والفخامة. شخصيته القيادية وعمله الجدي والمتواصل ونشاطه على المستوى الجمعوي مكنوه من كسب الكثير من التحديات والخبرات، وقدر يتقلد مناصب عليا داخل الهيكل التنظيمي حزب التقدم والاشتراكية وصولاً إلى أعلى رتبة في الحزب كأمين عام سنة 2010. الحضور والتوهج ديالو الحزبي خلانا نشوفه كوزير للاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، من بعدها وزير للسكنة والتعمير وسياسة المدينة، ثم وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في ثلاث حكومات مختلفة. قربوا من الناس وعطاء الكبير وعشقوا للتحدي والمثابرة، خصال كسب من خلالها شخصية عصامية انعكست بالإيجاب على تاريخه ماضيه والحاضر ديالو، وعطاته عزيمة وإصرار على كتابة المستقبل ديالو بحروف من ذهب. سي نبيل مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. في البرنامج ديالنا كاينين فقرات، ولكن كنبداو كنديروا علاقه بين الضيف ديالي وبين شخصيه كرتونيه. الشخصيه الكرتونيه اللي بانت لينا كتشبه ليك هي كابتن ماجد. لماذا كابتن ماجد اللي حنا بالينا كيشبه ليك في القوه ديالو في المجال ديالو، انت قوي في المجال ديالك، هو كان مسدد قوي وانت في السياسه مسدد قوي، كيشبه ليك كابتن ماجد في شي حوايج حنا ما كنعرفوهمش. ما أعرفه على الكابتن ماجد فعلا أنه كان عنده قدرة أن أولا يولف بين الأعضاء الفريق دياله، وعنده قدرة كذلك على التسديد كما قلت. أنا أسعى في مجالي أنني نكون عنصر محفز، لا أنظر بالضرورة إلى ما يمكن أنني نقوم به أنا أو نستفد منه أنا. اللي كيهمني هو أنه الذات اللي كنتمي لها أساساً حزب تقدم الاشتراكية اللي تربيت في الأحضان دياله، أنه هو اللي يبرز وأن مواقفه اللي تبرز، وأنا أكون أداة من أجل ذلك. في التسديد كان سدده وكيتسدد علينا، أكثر هدف تسدد عليك ما عجبكش؟ كتار، لأنه في الحياة السياسية طبيعي أن تكون محضر لتلقي ضربات. لقيتي ضربات كثيرة؟ لأنه لما كتدافع على مواقف قوية واضحة ثابتة وكتبقى متشبت بها، خاصك تكون مستعد لبعض الهزات. من الصعب إلا إذا كنت كما كيقولوا بالفرنسية غاز لي ميغ، يعني كتمشي مع حويطة جنب الحيط. إلا باغي تبقى قوي بمواقفك ومتشبت بهم، خاصة بالنسبة للحزب، الحزب التقدم الاشتراكية اللي مرجعيته هي الشيوعية الأصلي إلى غير ذلك، طبيعي. ولكن بصراحة لما كنشوف أنا الضربات اللي تلقيتها وكنقارنها بالضربات اللي تلقاوها الأسلاف في الحزب، يعني المؤسسين ديال الحزب، الرواد علي عطا، عبد الله العياشي، عبد السلام برقيه، شمعون الليفي، شعيب الريفي، مجد دوياب، عزيز بلال، غيرهم من الناس. كيبان لك الضربات ديالك والو؟ هذوك ناس يعني عاشوا المنفى، عاشوا السجن، عاشوا سنوات من الحرمان صعبه جدا، ضحوا بحياتهم وبمصالح عائلتهم اكثر مما قدمته أنا. ما قدمته
متواضع. غنهضروا على الضربات وغنهضروا على الهزات اللي كتكون في الحياه، لا في الحياه السياسيه ولا حتى في الحياه. واجد تهضر معايا بلا زواق. مرحبا. بلا زواق. مرحبا بالطبع. بلا زواق وضيفنا هو نبيل بن عبد الله. السي نبيل، انت نجم في السياسه، وانت ماشي غير نجم في السياسه، انت نجم حوار. مهم اليوم يكون سياسي محاور جيد كيحاور، عنده اللغه جميله في الحوار، مهم اكيد. يمكن تمارس الحياه السياسيه وتكون من المنتجين ديال الافكار وديال التصورات بالنسبه لحزب معين، وتكون خلف الستار، ممكن كاين هذا الصنف. لكن الاحزاب السياسيه، السياسه عموما، في حاجه الى ناس اللي عندهم قدره على الاقناع، عندهم قدره على التواصل، كيعرفوا يحملوا مواقف ويفسروها، ويكون كذلك عندهم قدره على الجواب بسرعه على واحد العدد ديال القضايا اللي كيمكن تطرح لهم، اما في تجمعات جماهيريه، اما في ندوات، اما في لقاءات وحوارات تلفزيونيه او اذاعيه. لذلك القدره على التواصل تجد ذلك. اليوم احنا مع الاسف بقي عندنا ضعف على هذا المستوى في الحياه السياسيه ديالنا. كاين سياسيين ما كيعرفوش يهضروا. لما كتقارن مع ما يحدث في عدد من الدول الاخرى المتقدمه، كتوجدهم عموما كلهم عندهم قدره هائله، وماشي بوحدهم، ماشي واحد ولا جوج في حزب، كتلقى ب 10 20 35 واحد اللي قادرين انهم يمشيو للتلفزيون يتحاوروا يهضروا وشبان. حنا علاش كاين هذا الضعف في الحوار؟ وكاين الخوف، كاينين السياسيين كيخافوا من الحوار، كنعرفوهم. لان اعتقد عموما بانه من جهه مدرستنا لا تكون بالشكل الكافي وبالشكل الملائم على هذه القدره على الحوار، القدره على التواصل، القدره على توليف المواقف سنتيتيزي، القدره على ان تجد الصياغه المناسبه للجواب. من جهه اخرى الحياه السياسيه وتفقير هذه الحياه السياسيه، لانه ما نلاحظه هو انه في فتره الستينيات والسبعينيات والثمانينيات كانت الطاقات موجوده وسط الاحزاب السياسيه اللي عندها هذه القدره على انها تحاور. اليوم التفقير اللي كنعرفوه وإضعاف الفضاء السياسي اللي عرفناه في السنوات الأخيرة نعكس كذلك على الطاقات اللي عندها هذه القدرات. ما كتخافش أو لوليتي كتخاف تأول المواقف ديالك أو التصريحات ديالك تأولوا إعلاميا؟ كتخاف من التأويل الإعلامي؟ لأنه كثير من القضايا أصبحت تقارب بسطحية. كتحاول تتكلم في موضوع معين وتمشي لعمقه، فإذا به تجد صحفيين اللي كيتعاملوا بويل للمصلين، بجملة معزولة، ما يكملوش بمحاولة للإثارة فقط حول موضوع دون المبالاة بأنه، لأن هذا الشيء اللي باغيين. لأن الوقت اليوم في المواقع، في غير ذلك، الناس كيبغيو ما هو للشو، تماما، ما هو يعني مثير، دون المبالاة بالتحليل العميق ديال الأمور وربط العناصر فيما بينها. فقدنا التحليل العميق، فقدنا كل شيء زوين ولا كل شيء خايب، ولينا مستهلك أول الفضيحة. السي نبيل، ليش راجع هذا الشيء؟ هو شوف، الحل الوسط ما هو لا كل شيء زوين ولا كل شيء خايب. الحل الوسط هو أن فقدنا القدرة فعلا على أننا أولا نتعاملوا مع هذا الفضاء باحترام استقلاليته، بما في ذلك الفضاء الإعلامي، مش الفضاء السياسي. بمعنى نخليو الناس يعبروا على ذاتهم، نخليو الناس يكونوا أحرار، نخليو الناس يكونوا مستقلين، نخليو الناس يفجروا الطاقات ديالهم دون رقابة، دون محاولة للتوجيه، دون محاولة لمراقبة كل شيء. وهذا الأمر هذا جعل أنه اليوم هذا المسار هذا كيفقر كل شيء. فلذلك كيظهر لي انه الاوان باش نرجعوا شويه الى اعاده تاهيل
ماشي فقط الفضاء السياسي، الفضاء السياسي الفضاء الإعلامي الفضاء ديال الأفكار وديال المثقفين من أجل إنتاج الأفكار. المغرب ما يمكنلوش يعيش بلا ناس اللي كيحملوا المسار الإصلاح، كيفكروا له، كينتجوا أفكاره، وكيحاولوا ينتجوا كذلك سياسيين اللي قادرين أنهم يبلغوا هذا الإصلاح على أرض الواقع ويفسروه ويتواصلوا مع الناس باش يفسروه شي مرة كنت ندمتي على تصريح قلتيه أو لا كانت تبعات ديال وصلت الأهل ديالك وصلت لعائلتك؟ لا الحمد لله، أعتقد أنه عموما ما كانش هناك شي تأثير على أسرتي في بعض في المواقف اللي عبرت عليها. هل شعرت بندم عميق فيما يتعلق بالمواقف اللي عبرت عليها؟ لا، ما متفكرش شي حاجة اللي قلتها أو تحملت فيها تبعات. أو الحزب اللي كنتمي له، حزب التقدم الاشتراكية، يعني عبر فيها على موقف واللي ندمت عليه أو ندم عليه الحزب. عندك انتماء جميل وغريب للحزب، كتهضر على الحزب بزاف ودائما صدقتي وقلتي بأن كتسمح في حقك دائما الحزب هو الأول، الحزب هو النجم، كتفضل الحزب في كل شيء. هاد الانتماء من أين جاي؟ أنا نتكلم معك بصراحة. عندي أسرتي وفخور بالانتماء إليها، والدي والدتي الأشقاء ديالي الإخوة ديالي عموما، أختي، الأسرة ديالي عموما، لكن زوجتي بنتي اليوم وأعتز بذلك. وعندي أسرة ثانية تربيت فيها منذ أنني عندي 17 عام، تعلمت فيها كثير من الأمور، ومن ضمن الأمور اللي تعلمت فيها هو محاولة ماشي طمس الأنا لكن إخفاء، لكن تراجع هذا الأنا إلى الوراء. وهذا الحزب كيحاول يعلمك أنه تكون في خدمة مشروع، مشروع جماعي، مشروع سياسي، مشروع مجتمعي، إيمان بديمقراطة المجتمع بشكل كبير. ماشي بالضرورة كتكون وفي لذلك 100%، لأنه الأنا دائما موجودة جستمون على هدر على الأنا، وبالتالي يتعين أنه المسؤول السياسي هو اللي حقيقة تكون عنده قدرة أن يبرز الذات الجماعية. نجحتي في إبراز الذات الجماعية في الحزب؟ أعتقد أنني دائما أسعى إلى أنني نبرز هذا حزب التقدم الاشتراكية. عشت فيه أمور هائلة، تكونت فيه أكثر ما تكونت في الجامعة وأكثر ما تكونت في المدرسة. بالنسبة لي أنا 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 كان شعور دائما أنني مديل أكثر ما يمكن أنني نقول أنني قدمت له خدمات. أنا أرجع معاك الفترة ديالك فاش عشتي في باريس وقريتي في باريس. لو كان بقيتي في باريس وما جيتيش للمغرب، يكون عندك مسار سياسي هكذا؟ ما يكونش. من غير ما عمرها ما خطرت لي في البال. كنت أنا ذاك لما كنت في باريس كنت كنشوف بعض الأصدقاء والصديقات، رفيقات رفاق في بعض الأحيان، يعني لما كنقول رفيقات رفيقات معناها ناس ديالنا ديال الحزب، كنناقش معهم أمور. ديك الوقت كان عندي بين 17 و 25 سنة و 26 سنة، بقيت ما يناهز 10 سنوات في الخارج، وكنت كنسمع البعض منهم كيقولوا المغرب ما عندنا ما نديروا فيه، احنا غندخلوا ما عندنا ماش ندخلوا، احنا غنبقاو هنا الى غير ذلك. كنت ارفض تماما هذه الفكره، لان الاقتناع ديالي انا ذاك كان قوي بانه ما يمكنش بلاد اللي ساهمت في انها قراتك وكوناتك، وان كان البعض غيقول لك مشيتي لفرنسا وقريتي بمنحه، راك ولكن مشيتي بمنحه مغربيه. كاين اللي مشى بلا منحه فعلا، على 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 تواضعها ان كانت منحه ضعيفه جدا، ولكن على اي حال هذا كاين اللي كيقول لك بان
علاش ندخلوا للمغرب نبقاو في باريس؟ تماما، بمعنى انه عندنا امكانيات ديال الحياه الافضل. انا كنت دائما اشعر بانه المشروع السياسي اللي انا امنت به اولا الا بغى يخدمه شي حد خصو يخدمه من داخل المغرب. المغرب. وثانيا ان بلادنا في امس الحاجه الى اطرها، الى كفاءتها، الى ان الجميع يشمر من اجل خدمه هذا البلد. فبالتالي عندنا كفاءات. هذه الفكره عمرها ما خطرت لي في بالي ابدا، وعمري ما قبلتها عند اخرين. عندنا كفاءات، عندنا كفاءات كثيره في السياسه، عندنا شويه وصافي. اليوم في المجال السياسي اعتقد اننا تراجعنا، تراجعت الاحزاب، ما كانت الاحزاب الاطر داخل الاحزاب، وقعت واحد الهوه بين المجتمع والاحزاب والعمل السياسي، بين المجتمع والعمل النقابي، بين المجتمع والعمل الجمعوي، بين المجتمع والعمل الثقافي. يعني الاطر اللي حامله افكار اللي قادره انها تشكل واحد الارضيه صلبه ديال التعبير على مختلف التوجهات اللي يمكن المغرب يستند اليها، مع الاسف اختفت. علاش؟ لانه عوض ان نترك لهذا الفضاء انه يتنفس بذاته وبشكل طبيعي، كانت هناك محاوله لتسييره ومراقبته بجميع الاساليب، وهذا الامر هذا ادى الى النتيجه اللي احنا فيها اليوم. واخا انا غنرجع معاك، نعطيك تيليكوموند. تخيل عطاتك ان تيليكوموند ورجعنا للحياه فلاش باك، غدير نفس الطريق، تسلك نفس الطريق، العمل السياسي بإكراهاته، بالحوايج الجميلة اللي عشتي، لأن المسيرة كتكون حافلة بالإخفاقات وبالنجاحات، أتعيش ولا لا؟ ولا تدير شي مسار آخر، مسار بلو سامبل؟ غنعيش نفس المسار. أتعيش نفس المسار؟ ربما كنت نحاول نراقبه أكثر من حيث ميول ثقافي أنني نهتم به أكثر، ميول ثقافي فني أساساً موسيقي. ربما كنت عندي أسرة اللي فيها كثير من أب ديالك شاعر مهتمين بالفن وكذلك بالطراب وغير ذلك، أب والإخوة إلى غير ذلك. فكنت نبغي نكون أنني فنان. نكون كنعزف على آلة وآلة العود على وجه الخصوص، لأنني أعشق هذه الآلة. ومن جانب آخر ربما إلا عندي شيء ما يمكن أن نتأسف رغري إليه، هو أنني نتزوج في سن قبل من السن اللي تزوج فيه، تزوجت متأخر، وبالتالي عندي بنت مازال صغيرة، ومن الهواجس الأساسية ديالي اليوم أنني نعيش لها. خفتي مناش خايف؟ خايف عليها؟ بالطبع خايف عليها، هي الوحيدة اللي عندي، بالتالي عندي يعني تشبت كبير بها. واخا غنرجع لك لبنتك، ولكن أنا غنوقف الأم ديالك عاوناتك باش تدخل السياسة، ياك؟ لا، ما عاوناتيش باش ندخل السياسة. عندكم الصورة ديالها، من آخر الصور ديالها. الله يرحمها. الله يرحمها. ما عاونتنيش باش ندخل السياسه، لا، عاونتني في السياسه، عاونتني لما كنت كنعمل في السياسه. كانت كتجي مخفيه في لي كونفيرونس ديالك باش تشوفك كيفاش هدرت، ياك؟ بالخصوص لما دخلت للمغرب وقمت بحملات انتخابيه، كانت معايا في الحملات، كانت كتخرج معايا في الحمله او كتخرج لي وحديها في الحمله، وكتدق على الديور وكدير حمله انتخابيه بالمناشير ديال حزب التقدم والاشتراكيه. وكانت استضفت في البيت ديالها حتى قبل ما ندخل، لان عندي اخ كبر مني فكري اللي كان معايا كذلك في الحزب، مازال معايا في الحزب، هو مهندس معماري، ودخل قبل مني وكان مسؤول على فرع من الفروع ديال الحزب في الرباط. كنا كنستضفوا معاه وثم معايا بعض اللقاءات الحزبيه، فيهم قاده ديال الحزب، سي علي عطا الله يرحمه، مولاي اسماعيل، سي عبد الله الله يرحمه، سي عبد السلام، سي عبد الله العياشي، سي عبد السلام برقيه، واخرين. فبالتالي كانت تستضيف هاد الناس في البيت، الى جانب والدي انذاك، لكن والدي توفى في سنه 86. فبالتالي بقات دائما مؤمنه بك. بالطبع، يعني اعتقد انني كما كنت اؤمن بها.
مؤمنة بمشروعك، ومهم اليوم يكون الوالدين معنا في الطموح ديالنا. أكيد كنت أنا من الأمور اللي بقدر ما أعتز بهذا المسار اللي وكبته والدتي، بقدر ما يعني كان حس بواحد النوع ديال الحسرة، لأن كونني فقدت والدي في بداية مشواري لما رجعت للمغرب. يلا رجعت في 85 وتوفى في 86، وهو كان مثقف كبير، لكنه في مشواره الأول لما كان كيدرس في القاهرة بين سنة 1937 و 1948 كان يدرس ثم درس، وبعد ذلك كان ممثل ديال حزب الشورى الاستقلال في مكتب المغرب العربي بالقاهرة، إلى جانب عبد الكريم الخطابي وعلى الفاسي وعبد الكريم غلاب وكثير من القادة والزعماء التاريخيين اللي كانوا آنذاك. ولما دخل مارس السياسة وكتب كثيرا في جريدة الرأي على وجه الخصوص، كان يكتب آراء في قضايا متعددة وكيدير برامج إذاعية آنذاك كثيرة، وتحمل مسؤولية سياسية أولى في الحكومة الأولى من بعد الاستقلال في 56 مع السي زغاري، محمد زغاري، اللي كان وزير الدفاع وكان من الأطور ديال حزب الشورى والاستقلال، وكانت هذه المسؤولية الأولى والأخيرة ديالو، بحيث أنه غادر السياسة آنذاك لأنها ميوله الفني والثقافي جعلوا انه ما كانش عاجبو الجو ديال السياسه. انا نمشي لك دابا الوالد ديالك، ولكن نبقى مع الام ديالك سي نبيل. فاش مشات شنو مشى؟ مشى الابوين، مشى الاب في 86، هي غادرتنا 11 شتنبر 1917. ويعني قال لي واحد إطار كبير في البلاد، كان توفى كذلك قريبا، لما جاء عزيني قال لي الآن وليتي راجل، بمعنى لما كيفقد الإنسان الأب والأم ديالو ديك الوقت ما كيبقاش طفل، عاد كيولي راجل. فهذا هو الشعور. كتهضر معها بينك وبين راسك في حالة من حالات الغضب، حيت تنعيشوا حالات غضب وحالات تعب نفسي، حالات غضب، حالات حيرة، كتكون في حالة حيرة كترجع بالطبع في داخل نفسك، كترجع الوالد، كترجع الوالدة، لأنه بالطبع كيبقى مسألة مرجعية أساسية بالنسبة إليك، وكتعود طلب الرضا، لأنه أنا أؤمن كثيرا بالرضا ديال الوالدين. وبالتالي والحمد لله اليوم عندي زوجتي، عندي بنتي، يعني وكيشكلوا كذلك بالنسبة لي ملجأ، وكيشكلوا بالنسبة لي توازن نفسي. سي نبيل نسمعوا واحد مقطع أغنية ونعلقوا عليه. أذكري أذكري الربوة والركن، واذكري ضحوة بالشط علي أغنية تعامل فيها الأب ديالك الله يرحمه محمد بن عبد الله مع عبد النبيل الجراري ومع إسماعيل أحمد، كان له دور في كتابة مسار حياتك، هو شاعر كبير، كان له دور من دون شك. ميولي للسياسة مرتبط به وبما كان كيحكيه على مساره الشخصي، ماشي في نفس المدرسة السياسية. ولما حكيت له بأنني انخرطت في حزب التقدم الاشتراكي آنذاك اللي كان عاد حصل على القانونية اللي هو الشيوعي الأصل، يعني كان نوعا ما متحفظ لكنه لم يمانع أبدا، واحترم أكثر فأكثر هذا الاختيار، مع الأسف ما شافش بعد ذلك النجاح ديالك.
ثم كان له تأثير كبير على مستوى القيم والأخلاق اللي كان كيحملها، ونزهته الفكرية ونزهته الأخلاقية كذلك. ثم كان له تأثير على مستوى اهتمامي بكل ما هو عربي، كل ما لغة وحضارة. داكشي علاش كتبغي اللغة العربية؟ لأنني كنت في المدرسة الفرنسية، فبالتالي كاع صحابي كيتسألوا إلى يومنا هذا أنت هاد العربية كي درتي لها؟ فلأنه عموما مستواهم ضعيف بالعربية، لذلك يعني طبعا كان له تأثير كبير علي. أشنو بغيتي يعيش معك دابا ما كاينش معك؟ فارقنا في 86 ورجعتي من 85 من فرنسا، شنو بغيتي يعيش معك اليوم في 2019 ما كاينش معنا اليوم؟ الوليد كيشوف واحد من الأبناء ديالو في المسار، كيفاش تقدمت سياسياً، كيفاش أصبحت وزير، كيفاش بعد ذلك وليت أمين عام ديال الحزب، كيفاش عاود صبحت وزير، كيفاش يعني أكيد أنه كلما تقلدت هذه المسؤولية حسيت بفراغ، لأنه كنت كنتمنى أنه يشوف هذا الشيء. الفنانين النجوم تيقولوا لي في جميع أنحاء العالم اللي حاورتهم كاملين تيقولوا لي كنعيشوا تعب نفسي، كيوصلنا لطبيب نفسي. أنتم السياسيين أنتم نجوم في المجال ديالكم، كتعيشوا تعب نفسي، كتعيشوا اضطرابات نفسية؟ أكيد، ولكن أنا شخصياً من طبعي تعلمت، والحزب ساهم كثيراً في ذلك، تعلمت أنني نكون متفائل، تعلمت أنني نتجاوز ذاتي، يعني اشتغلت من أجل ذلك. كنت ما كانش عندي جرأة كبيرة لما كنت في التعليم الابتدائي ثم التعليم الثانوي، تعلم ثانوي شوية ما كنتش كنبغي نظهر، ولا من بعد الحزب تعلمت فيه هذه الأمور، علمني كثيرا على هذا المستوى الجرأة، علمني الجرأة والمثابرة والصبر، وبأن الأمور لا تأتي هكذا دون عمل، وبأنه التغيير مساره طويل وشاق. ولكن التعب النفسي في هذا الشيء كامل سينابي كاين؟ التعب النفسي هو أنه لما كتكون في وسط أمور من هذا النوع كتعيش فترات صعبة سياسيين، ولكن كذلك كتعيش فترات صعبة في حياتك الشخصية، لأن ما ظهرهاش للعموم، وكيمكن يعني تحس فيها بقلق كبير، لكن طبعي المتفائل كيجعلني أنه كلما فقط في الصباح إلا وكنقوم بعمل على نفسي باش نقول كما كيقولوا بالفرنسية aujourd'hui est un autre jour et demain sera un autre jour، بمعنى absolument. لذلك كنقول بأنه يلا زيد إلى الأمام وما كترجعش للوراء، ولي مشامشة للوراء، وعندي واحد القدرة أنني وثم هذا هو اللي كان كثير من الناس اللي هما في الجوار ديالي وكذا لما كيتحدثوا معايا او كنحاول ندعمهم دائما كنتكلم معاهم بهذا النبره ديال ثق في المستقبل، يعني كون قوي وتحمل وحتى الضربات اللي يمكن تلقاها اليوم اكثر ضربات تلقيتي، لكن بزاف كثير قلت جاوبتك على هذا السؤال، لكن عمليا شوف نقول لك في الحياه الشخصيه الحمد لله على اي حال، يعني فقدان الام ديالك مقارنه بالطبع، ولكن ماشي انا بوحدي اللي فقدت الام ديالي، ماشي انا بوحدي اللي فقدت الاب ديالي، هذه سنه الحياه، يعني الحمد لله مستور. ملي كنشوف حياه ديال الناس يوميا كثير من الناس كيلجؤوا ليا في قضايا اجتماعيه، في قضايا مرتبطه بالطبيب بالمستشفيات، في قضايا مرتبطه بالشغل بالعمل بالدخل اليومي، كنشوف كثير من الناس يعيشون في هذا اللمس، كنحمد الله، كنقول ما يمكنش انت على الاقل مستور ما عندك شيء، ماشي غني لكنني ماشي فقير، وبالتالي لذلك ملي كنشوف هذا الشيء كنقول
هي توجور بيغ. كاين دائما الناس اللي كيعيشوا في اوضاع اللي هي اصعب من الاوضاع اللي كتعيش فيها انت، وبالطبع كاين احسن، ولكن الحمد لله من هذه الناحيه. وعملي السياسي كيجعل انني منشغل كثيرا ومنفتح. انا يوميا تليفوني مفتوح، كنجاوب الناس، كنحاول ندعم كل ما يمكن ان ندعمه، سواء على مستوى الحزب او مواطنين عاديين. فبالتالي هذه هي الحياه بالنسبه لي. واخا حياتك مراتك وبنتك كتفادى او لا كترفض يبانوا ولا تهضر عليهم، بغيتي تحميهم؟ هذه وسيله ديالك باش تحميهم سي نبيل؟ اكيد مراتي يعني مرأة قادة بنفسها، والحمد لله بقدرة على أن تكون، وقدرة على الدفاع على مواقفها وعلى إبراز ذاتها. فبالتالي هي ليست في حاجة إلى حماية مباشرة، لكن مع ذلك كنبغي نفصل، لأنه إحنا في بلاد ما كيستصغش كثير أنك تبرز حياتك الشخصية. في بلدان أخرى، وهذا مع الأسف مؤسف، بلدان أخرى سياسيين، إذا مشيتي الأمريكان مثلا أكثر من بلدان أخرى، أو في كندا، أو إذا مشيتي لبعض البلدان الأوروبية، السياسي دائما كيظهر مع الزوجة ديالو، والعكس صحيح بالنسبة للنساء اللي برزوا في الحياة السياسية. احنا هذا الامر هذا دائما المراه متخلفه الى الوراء، وهذا من الامور المؤسفه، لان الراي العام المغربي لا يتقبل ذلك. كيزعجك الموضوع؟ لحد الان ابدا ما كيزعجنيش ابدا. انا كلما كانت هناك فرصه للظهور معا ما عنديش فيها مشكل، لكن كنحتاط، لان كنعرف بانه هذا الامر هذا ما عندناش هذه العادات. بالنسبة لبنتي اللي باقي في عمرها 8 سنين، هذه فعلا محاولة لحمايتها، لأنه أن تروج الصورة ديالها في المواقع إلى غير ذلك، هذا الشيء كنحاول أنني نتفاداه باش نحميها، باش يكون عندها مسارها الشخصي، وباش تبقى حرة باختياراتها الحالية والمستقبلية. أرجعوا للأب ديالك وميولاتك الفنية اللي جبتيها منه، وقلت لي بأن ما كرهتيش تعزف على العود. شكون الفنان اللي كيعجبك اليوم في الساحة؟ الشباب كتعرفهم؟ الشباب نعترف لك بأنني لست متتبعا للساحة الفنية الشبابية ديال اليوم بالدرجة اللي كنت مهتم بالساحة الفنية من قبل. فبالتالي أنا من الناس اللي أولا منفتح على مستوى موسيقي، عندي ميول كبير للساحة الفنية العربية في عهد محمد عبد الوهاب، عبد الحليم، أم كلثوم، وردة. كان عاشق كثير وردة وحافظ كثير من الأغاني ديالهم. ما تقوليش نغني. كتعرف تغني؟ نغني مع الأسف، لكن يعني لا، ولكن غني لي مقطع الله يخليك. أبدا ما كنعرفش نغني، وجو شونت فو، دونك بالتالي ماشي مشكل. انا نغني معاك. لا ابدا ما تغني. فبالتالي يعني حافظت اغاني ديال ام كلثوم، ديال عبد الوهاب، المغاربه، عبد الحليم حافظ، عبد الوهاب التكالي، عبد الوهاب التكالي، عبد الهادي بالخياط كذلك. كنعرف بانك تبغي نعيمه سامح، المرحوم الحياني، انا غنجيك للنساء. وعبد الوهاب التكالي بغيت نوقف عنده لحظه باش نقول بانني كنعتبره بانه موسيقيا متالق جدا جدا جدا، من كبار الملحنين اللي عرفهم ماشي فقط المغرب، ربما العالم العربي، وعندي صداقه معه مباشره، كما عندي صداقه مع عدد من الفنانين الاخرين، الحياني اللي توفى الله يرحمه، عبد الهادي بالخياط، وكنتذكر كل الفنانين اللي كانوا كيجيو للمنزل عندنا، واللي كانوا من جيل آخر. لكنني منفتح كذلك على الموسيقى الغربية،
ستيفي وندر إريك كلابتون ولكن دائما في الجيل اللي قبل ماشي في الجيل الحالي ثم الفرنسيه كذلك لانني من ثقافه فرنسيه يعني عندي هذا الانفتاح الموسيقي على بالطبع الاجيال هذا الشيء كله لا في هذا الغربي ولا في العربي الجيل اللي قبل وقفت في واحد المرحلة معينة مع الأسف لأنني شوية قديم من هذه الناحية ولا ما بغيتيش تسمع تبالك بأن ما كاين ما يتسمع دابا لا 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 أبدا أعتقد أنه لما كتكون عندي مناسبة في بعض الأحيان نكتشف بعض الطاقات كنشوف بأنه كاين اجتهاد ماشي بالضروري غنتفاعل معه موسيقيين لكن كنقول كاين اجتهاد كاين أمور أخرى كتبان لي أنها سطحية مثلا هذا تنازع بين الاجيال سان كونفليت جينيراسيون ديما كاين فبالتالي ولكن عندي واحد المساله انا كنتذكر كيفاش كنا كنتكلموا مع الاباء ديالنا والامهات ديالنا في الاشكال الموسيقيه اللي كنا هما تابعينها وبالتالي خصني نحترم انا كذلك بان الاجيال الحاليه عندها ميولات موسيقيه انا لما كنشوف بنتي كنحاول نسمع اليوم كلثوم ولا عبد الوهاب كنوجد صعوبات ولا كنحاول نسمع موسيقى ديال ستيفي وندر ولا ديال إيريك كلابتون ولا حتى ديال شارل أزنافور ولا كنلقى معها شنو كتبغي تسمع هذا الشيء اللي ذكرت لك هذا هما اللي ذكرت لك هما عموما لا ماشي انت بنتك هي كتسمع شي امور اخرى انا ما عقلش حتى ما عرفتيش سميتهم ما عرفتش حتى سميتهم يعني الان عندها 8 سنين وكتسمع واحد هذا ديال الامور اللي هي اجيال جيل جديد ديال الموسيقى غنمشيو لقاسح حسن من الكذاب انت واجد تكون معنا قاسح حسن من الكذاب قاسح حسن من الكذاب وضيفنا هو نبيل بن عبد الله السؤال كان روتيني كنسول ضيوفي كاملين قصحات كل وقت كانت قاسحة معك ولا ظريفة معك؟ في بعض الأحيان عشت فترات صعبة لكن دائما بحال اللي قلت لك يعني عندي واحد القدرة على الصمود اللي كتجعل أنه الإيمان بأن الأمور ستتغير كيجعل أنني كنصمد وكنتجاوز في السياسة في هذه الفقرة غنهضروا على السياسة أكثر هضرنا على حياتك وعلى الميولات ديالك دابا غنهضروا على السياسة وعلى انتمائك الجميل لحزب التقدم الاشتراكية في السياسة كاينين المناضلين وكاينين المتطفلين انت بشهادة الناس الا ما قلت كل شيء انت من المناضلين كاينين المتطفلين شوية ولا بزاف كثروا شكون هما كثروا مع الأسف الفضاء السياسي كذلك تميع لأنه القيم والأخلاق اللي من الضروري أنها تأثروا إحنا في المدرسة ديال حزب التقدم الاشتراكية تعلمت أن السياسة أخلاق وما كاينش سياسة متلى بدون أخلاق بدون قيم فبالتالي لما كتدخل السياسة باش تخدم المصلحة العامة وباش تخدم مشروع مجتمعي جماعي كما كان يميني يساري بأصول دينية وسطية أو غير ذلك إلى داخل بهذا الهاجس ومستعد ضحي وتعطي أكثر مما تأخذ هذه هي السياسة بنبلها وبأخلاقها إلى داخل السياسة غير باش تدير منها كارير بوليتيك وتدير منها وسيلة باش تسلق أنت وباش توصل هذه الأمور كثرت أكثر فأكثر ومع الأسف تستغل من أجل استعمال السياسة وتسييرها واستعمال السياسيين وكذلك تطويع العمل السياسي والأحزاب السياسية في اتجاه معين وهذا الأمر أفقر كثيرا السياسة والفضاء السياسي والأحزاب واليوم نحن في أمس الحاجة إلى إعطاء قيمة جديدة إلى إعادة تأهيل السياسة أننا نعود نوضعها في قيمة اليوم السياسة والسياسيين ما بقوا كيسوا وتشي حاجة في الأعين للمواطنات والمواطنين علاش؟ لأن حملات هكذا ضد السياسة وضد الناس كرهوا السياسة حملات إعلامية ضد السياسيين والسياسة ضد الأحزاب ما وقع داخل الأحزاب من مشاكل
دخول عدد من الطفيليين للأحزاب والناس اللي باغين غير يستفدوا ويخدموا مسارهم الشخصي بأي أسلوب كان. هذا الشيء أثر سلبا على القيمة اللي عند المواطنات والمواطنين على السياسة. كتقول بأن موديل دو ديفلوبمون خصو قوة سياسية أو لا فورس بوليتيك، كتلقانا ضعاف حنا سياسيا. احنا اليوم كنفكروا في موديل ديفلوبمون فعلا نموذج تنموي جديد، معناها احنا قلنا في الوثيقة اللي قدمناها بأنه كاين مداخل لهذا النموذج التنموي بسرعة. مدخل ديال الإنسان، أنه نخدمه الإنسان هو الأصل ديال أي نموذج تنموي، هو الأصل المشاكل أصلا. يعني إلا ما خدمناش الإنسان في تربيته في تكوينه في الصحة دياله في الأوضاع الاجتماعية دياله ما كاين مشروع تنموي. التنموي احنا ما كايناش بلاد خصها دير الفلوس غير باش دير الفلوس، لا، إلا غنديروا الفلوس ونخلقوا الثروات هي باش نساعدوا الناس، هي باش نوزعوا بشكل عادل. لما كناش غنوزعوا بشكل عادل والناس يعيشوا ونحاربوا الفقر ونحاربوا الأمراض ونحاربوا سوء التربية ونحاربوا سوء التثقيف وغير ذلك من الأمور ونكونوا في مراتب راقية والإنسان يكون متطور فيه بلاش. الجانب الثاني اللي هضرنا عليه هو الجانب ديال الجانب الاقتصادي، كيفاش نخلقوا ثروات ونكونوا مستوى بلد راقي. الجانب الثالث بسرعه هو نحسنوا الحكمه، نبتعدوا على الرشوه على الريع على انجحوا تحسين الحكمه. الا ما قدرناش، ما عندناش ديمقراطيه حقيقيه واحزاب سياسيه قويه وناس قادرين انهم يقودوا هما سياسيين بأفكار بمواقف ويمكن لهم يتكلموا مع الناس ويتكلموا مع الشعب ويفسروا له علاش كنديروا هاد الأمور وعلاش الإصلاح وعلاش خصنا نديروا هاد الإصلاحات. إلا ما عندناش هاد الشيء ما يمكنناش نديروا نموذج تنموي. سي نبيل، السياسي الناجح والمناضل كيعيش متاهة التربص، شكون كيتربص بك؟ شوف أنا نقول لك واحد المسألة، يعني المسار اللي عشتو الآن أزيد من 40 سنة ديال النضال السياسي، عندي غير 59 عام، ولكن بديت بكري، فكيجعل أنه يعني لبست واحد الوقاية واحد الكاراباس، كان يمكن تأثر فيا ظرفيا جدا شي مسألة إلا قريتها سلبية، لكن دغيا كنوضعها جانبا وكان زيد القدام. في هذه السنوات عندي قدرة على الصمود وعلى المواجهة اللي كتجعل أنني بالطبع في بعض الأحيان لما كنشوف شنو وقع، لما كنشوف شنو وقع حتى داخل الحزب وكنشوف بأن بعض الأمور بعض الأمراض بعض الانحرافات بدأت تنخر كذلك الجسم الحزبي اللي أنا تربيت فيه في شكل وكنشوف فيه أمور أخرى، كنشعر بشوية ديال اليأس، لكن كنفيق في الصباح وكنعاود تقول ما عندكش الحق، خاصك تبقى، خاصك تقاوم، خاصك توجد الظروف. انا غنمشي بحالي في القريب من دابا 3 سنين غنغادر، لانه صافي غتمشي بحالك. غنمشي بحالي ماشي من الحزب، غنمشي من المسؤوليه. فبالتالي كنعتبر بانه ما ترشحش لولايه اخرى. اعتقد انه كفى، وحتى ردود الفعل اللي كاينه في المجتمع وكاين طلب ديال وجوه جديده وكاين الناس كتنتظر كنتمنى، لكن شريطه انه فعلا نشعر بأنني خليت شي حاجة، وأن الحزب اللي غنشوفه في العشر سنين المقبلة إلى حين الله أنني نكون فخور بأنه بقي موجود، لما نشوفه نقول وأنا على أي حال ها هو بقي وقف بقي صامد بقي عنده قيم بقي عنده أخلاق بقي عنده مواقف. أما إلا شفته بأنه انحرف تماما ولا كذلك من الأحزاب التي لا مرجعية ولا قيمة ولا مواقف ولا حضور له في الساحة السياسية، فغنكون كنعتبر بأن ما عندي مسؤولية في ذلك لأنني ما ساهمتش مع آخرين في تحضير الخلف. سي نبيل، كتقول بأن العمل السياسي هو بحال كرة القدم وعمل جماعي، كتقول بأن ميسي ما يمكنش يلعب بوحده، هذه هضرة ديالك ياك. أنت هو ميسي في السياسة؟ لا، أنا ما يمكنليش نهضر على شكون ميسي في السياسة؟ ما كاينش ميسي في السياسة، ما كاينش. كاين ناس عندهم حضور. شكون السياسي القوي اليوم في المغرب بكل جرأة تقولها لي؟ أعتقد أنه عموما بلادنا ما عندهاش الإطار المناسب من أجل أن تبرز كفاءات سياسية حقيقية، زعماء سياسيين اللي يشغلوا الساحة. ربما لأن ذلك يزعج، ربما لأنه يزعج من؟ الفضاء لا يسمح بذلك، فلذلك مع الأسف لأنه
جميع الأمم، جميع الأمم تتقدم برموزها العلمية أو الفنية أو السياسية. كل الأمم تقدمت هكذا، من الإغريق إلى الرومان، ومن قبل منهم المصريين أو الفراعنة، أو معرفة أوروبا من نهضة، أو دول في أمريكا أو غيرها، شعوب تعيش بزعمائها وبرموزها في مجالات مختلفة تبرز. علاش؟ لأنها كتشكل واحد النبراس، كتشكل واحد القدوة، كتشكل واحد النموذج، وبالتالي كتجر معها الناس في العلم، في الثقافة، في الفن، في الغناء، في السياسة كذلك، في الاقتصاد. لذلك بلادنا خصها تعرف أنها تبرز رموزها باش كيوليو كيشكلوا هذا النموذج بالنسبة للأجيال الصاعدة. احنا مع الأسف كلما كيظهر شي راس إلا وهناك عدد من الضربات التي يتلقاها، ما عندناش هاد لا كولتور دو ليكسيلانس، الثقافة ديال التمييز. ما عندناش ثقافة التمييز حتى شي مجال، ماشي غير في السياسة. ماشي ما عندناش التمييز، ما عندناش ثقافة التمييز. ما عندناش حتى شي مجال. التمييز موجود، ولكن كثير ما لما كيكون التمييز كان كيتلقى ضربات. من فين كيتلقى ضرب؟ سي اون كولتور. مثلا كتمشي لبعض الشعوب كتلقى بانه هما او كونترير كيحتفلوا برموزهم بزعمائهم في جميع المجالات، وكيشكلوا منهم هذه القدوه باش يحمسوا المجتمع بكامله، من الاطفال في المدارس باش يقولوا لهم راه بلادكم دازت فيها اسماء كبيره في مجالات مختلفه، علميه، ثقافيه، سياسيه، اقتصاديه، اجتماعيه، الى غير ذلك، باش كيربيوهم على الثقافه التمييز. تري بيان. مسار مهني، مسار سياسي، ومسار اكاديمي، فين تفوقت اكثر؟ في المهني ولا الاكاديمي ولا السياسي؟ في الواقع انا يعني واحد الوقت الهاجس الأساسي اللي كان عندي هو السياسة. والسياسة. يعني اهتميت كثير بذلك، أهملت يعني واحد الوقت المهنة ديالي، جعلت منها ترجمان مهنة؟ من ترجمان محلف بالضرورة. بالضرورة. علاش؟ لأنه أنا في الواقع الاختصاص ديالي هو العلاقات الدولية، والشهادة الجامعية اللي كنحملها في هذا الفضاء، كنت أهتم كثيرا بهذا المجال، بالدبلوماسية، بالعلاقات الدولية، بنبرة سياسية، وبالطبع بحمولة يسارية اشتراكية. 85 بدأت كتدهور الحالة الصحية ديال الوالد الله يرحمه، كنت باغي نكمل في هذه الفضاء، في هذا الفضاء، وندير عاوتاني اختصاص آخر. يعني ما كنتش معول نحبس القراية، لكن المصدر ديال العيش الأساسي ديال الأسرة كان مكتب للترجمة اللي كيتوفر عليه الوالد في نهاية حياته، كان اشتغل فيه، وبالتالي كان من الضروري أننا نشوفوا شكون اللي يمكن، شكون اللي أهل أنه يكملوا ويعني يتحمل بعض الأعباء المرتبطة بالأسرة. فقمت بهذا العمل، دخلت من فرنسا، ولما دخلت شهور قليلة بعد ذلك توفى الوالد، وجدت نفسي في هذا المكتب. المكتب شكل آنذاك بالنسبة إلي فضاء للاستقرار المادي بعض الشيء، ولكن حياتي ب 80% بقات في السياسة إلى يومنا هذا. ثلاثة الولايات متتالية. بركة، تبارك الله وسلامك. لا تزيد الرابعة. لا ما تزيدهاش. قرار قررتيه. واش قوة المسار ديالك السياسي أو لا ما كاينينش كفاءات؟ بصراحة كيظهر لي كاين شوية المبالغة في ما يمكن. هذا الشيء اللي كاين اليوم، أمور الناس كتهتم بالسطحية، الناس ما باغاش تمشي للأحزاب، كتشوفها سلبا، ولكن في نفس الوقت كيبقاو يقرصوها ويعبروا على أمور من نوع اش كدير باقي انت هنا، الى غير ذلك. تسمع هذه الهضره؟ سمعها بالطبع، ولكن كنسمع كذلك كتورستك؟ كنسمع، لا ابدا، كنسمع كذلك كثير من الكلام اللي كينوه واللي كيقول بانه الحمد لله اللي باقيين بعد السياسيين اللي ثابتين
اللي متشبتين بمواقف اللي كيتلقاو ضربات ولكن كيبقاو واقفين. كثير من الناس كيتوجهوا الي، ماشي الناس من فقط من مستوى راقي ولا في اوساط ديال النخب وغير ذلك. ف من جميع الفئات بس نحكي لكم، بعد ما مشيت من الحكومه يعني هذه من الامور اللي عشتها وهي كثيره. بعد ما مشيت من الحكومه كنت مع الاسره ديالي راجعين من مدينه افران، وكانوا هذوك اللي كيبيعوا البصله لان المنطقه ديال الحاجب فيها البصله بزاف، وكانوا كيبيعوا الخناشي ديال البصله. فوقفنا قلت لهم هذو راه كيبيعوا البصله وهذه هي المنطقه ديال البصله، لانهم ما كانوش عارفين ذلك. قلت لهم حنا غنمشيو شي وحده. فجا هذاك اللي كيشري شافني قال لي الله يا ودي سي عبد الله، ركب خدينا هذيك البصره شريناها بديك الشيء ما كتب الله، عملتها في الكوفر وجيت غنقلع. هو يقول لي سي عبد الله راه حنا عارفين، حنا معاك راه حنا عارفين هذا كيبيع البصله. فبالتالي لما كتعيش امور من هذا النوع كتعرف بانه كاين اللي كيهاجمك وكيقذف، ولكن اللي كيمكن ينوهو بالمواقف وبالدور اللي كتلعبو ما كيعبروش كثير، موجودين صامتين. فلذلك كيظهر لي انه اللي مهم هو انك واحد الوقت تكون قادر انك تعطي، ولكن في نفس الوقت توجد الظروف باش تبرز اجيال جديده كما وجد علي عطا. كما وجد علي عطا بعد فتره معينه كان من الضروري انه يوجد، والحمد لله يمكننا نقولوا بانه علي عطا وعلي عطا والجيل اللي كان مع علي عطا، لان علي عطا ما كانش بوحده، كانت معاه طاقات كثيره وناس قاده اللي كثار، ولكن كذلك كانوا معاه مناضلين صغار موجودين في تادلا، موجودين في الحوز، موجودين في الغرب، موجودين في كثير من المناطق في الاعماق ديال الدار البيضاء في غير ذلك. وهذوك كلهم استطاعوا انهم يوجدوا الخلاف. راه حنا اللي كاينين اليوم واش حنا موجدين الخلاف؟ واش هذا الخلاف اللي كاين غيكون في مستوى هذا الحزب كما كان ويحافظوا له على هويته ويحافظوا له على مكان؟ خايف عليه تمشي له الهويه؟ لا خايف عليه كثير، خايف عليه تمشي له الهويه بكل صدق، خايف عليه. ولذلك الشعور القلق اللي عندي اليوم هو هذا بالاساس، خايف على بلادي دائما دائما دائما، ولكن متفائل واسعى الى انني نساهم في 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 دعم مسار الاصلاح، وانه ما يتوقفش، وانه نبقاو غاديين في الدمقراطه ونحاولوا نتجاوزوا بعض الصعاب اللي كاينه اليوم، ونحاولوا نصلحوا الاقتصاد ديالنا ونسعدوا شعبنا ومزيد من العداله الاجتماعيه. وكنعتبر بان حزب التقدم الاشتراكي عنده في ذلك دور، من اجل ذلك خص الحفاظ عليه. باش نحافظوا عليه؟ نحافظوا عليه بصباغته، نحافظوا عليه بلونه، حافظوا عليه بالهويه والمرجعيه ديالو، بالهويه وبالمرجعيه ديالو، والا ما غيبقى يفيد في والو. انا عطيتك ثلاثه ديال الاسماء اسمح لك واشتغلتي معاهم، وغتقول لي انا اللي فيا مشكل ماشي فيك. كتقول لي شكون شخصيه من هاد الشخصيات اللي نجحتي معاها واللي عجبك الخدمه معاها؟ ما تكونش دبلوماسي. حاول دريس جطو، عبد الاله بن كيران، وسعد الدين العثماني. دريس جطو رجل متميز، رجل من هذا النوع، رجل متفائل، رجل كيصبر، رجل خدوم كيحب بلادو، رجل عنده واحد العلاقة طيبة مع أوساط كثيرة. أنا عشت مع واحد الفترة معاه كوزير ديال الاتصال من أحسن الفترات اللي عشتها في حياتي، وخاصة أنها كانت فترة إيجابية، فترة دار فيها كثير. وصاحب الجلالة كان في بداية عهده وكانت مسيرة الإصلاح غادية بواحد الوتيرة قوية في البلاد، وحنا كنا في وسط هذا الخضم. وحقيقة كيمكن لي نقول بأنه رجل قدم ويقدم إلى يومنا هذا خدمات كثيرة للمغرب. عبد الإله بن كيران رجل سياسي بالفطرة، رجل عنده مؤهلات سياسية وخطابية وفهم ديال المجتمع اللي نادرا ما لاحظناها في المجتمع المغربي. ثم لما كتكون عندك علاقة كيكون عنده إيمان بشيء يسير فيه إلى نهايته، ولما كيتيق في ناس معينين كيمكن له يمشي معهم إلى النهاية. سبق لك وقلتي له ما تبقاش تجاوب. من حسن الحظ بداية أن 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 كتربطني به علاقة صداقة اليوم، علاقة وفاء متبادل مع الاختلاف.
كنختلف مع مواقف كيعبر عليها، كيختلف مع مواقف كنعبر عليها، لكن احترام حقيقي وود نادرا ما نجد له مثيل. طبعا كنختلف معاه في بعض الامور، وكنطلب منه في المرتبه اللي هو فيها اليوم، انت كنت رئيس حكومه وتحملت مسؤوليه كبيره، المهم مشيتي في ظروف اللي جامع غربه كاملين كيعرفوها، خليك بعزك، خليك اللور شويه، خليك محبوب ومطلوب، ما تبقاش تتكلم في جميع المواضيع. الا كنت انا كنتكلم، انا مضطر لانني انا بازال امين عام ديال الحزب، ولكن انت بالخصوص بالمكانه اللي احتليتيها كنقول له كثيرا خليك اون ريزيرف، خليك في وضعيه ديال التحفظ، راه الله اعلم ما يمكن ان يقع، ولكن هو عنده واحد الغليان داخلي اللي كيجعله انه في كثير من الامور يريد ان يتكلم فيها. سعد الدين العثماني رجل يسعى اليوم الى ان يدبر هذا الواقع الصعب، واقع صعب اغلبيته اغلبيه غير متجانسه كما يجب. بالطبع هو سيقول العكس لانه هو رئيس ديال الحكومه، وبالتالي صعيب عليه انه يقول العكس، ولكن عنده اغلبيه غير متجانسه في الواقع، ويسعى الى ان يقوم بعمل في ظروف غير مناسبه. فبالتالي وبالطبع رجل يشتغل، كنطلب منه كثيرا ومازال كنطلب منه انه يقوي الحضور السياسي ديالو، يقوي هذا التواصل. كيبان لك ضعيف الحضور السياسي؟ لا، ما كنبغيش نستعمل الكلمه ديال الضعف، كنعتبر بانه في هذا المجال كاين نقص. اليوم المغرب في حاجة إلى إبراز السياسة من جديد. إلا ما كاينش السياسة وما كاينش التفسير السياسي وما كاينش المواقف المعبر عنها، ماشي الأمور السطحية، ماشي ديك الجدل العقيم، ماشي عندنا تراشقات وتبادل اتهامات دون في الفن في السياسة، علاش ولينا مستهلكين وزير مضرب مع وزير، علاش هادشي؟ دون المستوى، لأنه ماشي هادشي اللي كينتظروا المغاربة. إلا بغينا نرفعوا من القيمة ديال السياسة، نتواجهوا حول المواقف، حول البرامج، حول التوجهات، حول الأوضاع الاقتصادية كما هي، شنو هي الحلول اللي يمكن نجيبوا لها، حول الأوضاع الاجتماعية، شنو هي الحلول اللي يمكن نجيبوا لها، شنو هي المواقف اللي اليوم نحن في أمس الحاجة إليها. شكون تختار لي في ثلاثة سنابل؟ إلا عملنا هادشي هذا غنعاود نأهلوا السياسة ونعطيوها قيمتها. إلا بقينا غير نضرب فيك لاهتمامات ظرفية وعوض الناس ما يهتموا تدبير الشأن ديال العام، كيهتموا بالترشق ويهتموا بأنهم باغيين يترشحوا في 2021، واللي باغي يفوز واللي باغي كذا، هادشي المغاربة ما يمكن لهم إلا يزيدوا ينقصوا من قيمة السياسة بذلك. واحد فيهم في هاد الثلاثة مالو؟ بهاد الثلاثة الأسماء منا لهم الاحترام والتقدير، ولكن تختار لي واحد، أنا فيا مشكل. بصراحة ما غيصعب عليا، لأنه أنا في موقع اللي أتعامل مع كثير من الناس، ما كنبغيش نشخصن، وبالتالي هما عارفين، كل واحد فيهم عارف المكانة اللي عنده. غنختمو بمحمد بن صديق الله يرحمه، علاقتك كبيرة به؟ علاقة كبيرة لأنها علاقة بعدا قديمة، تعرفت عليه في السنوات الأولى ديال النضال، خاصة عندما كان طالبا بالاتحاد السوفيتي بموسكو بالضبط، منذ ذلك الحين وكتربطني به علاقة وطيدة، عرفت المسار ديالو اللي بدا فيه تقريبا في سن المراهقة، ارتبط بالسي عالياته، تربى على يده، رجل اللي بقى ثابت على اموره وعلى وفائه للحزب وعلى وفائه لمواقف الحزب، واللي ما تغيرش عمره ما تغير في مساره الى النهايه، والنهايه كانت قبل الاوان على اي حال. شوف قد الحزب فاش مشى، فقدنا فيه واحد من الناس اللي شادين الذاكره الحزبيه، من الناس اللي عارفين اش وقع، لانه عاش ارتسي عالياته وعاش معاه فترات كثيره منذ منتصف السبعينيات. فقدنا قلم
هائل من السعلي كان كيستند إليه كثيرا في عدد من كتاباته، ثم إسماعيل العلوي نسبيا، وأنا كذلك فقدنا فيه مثقف حقيقي، وفقدنا فيه إعلامي بارز كان محترم كثيرا، ما كانش كيحتل الصدارة لكنه كان من الأقلام المحترمة جدا على هذا المستوى، وأنا فقدت صديق وتأثرت كثيرا لما لأن اشتغلنا في النهاية، اشتغل معايا كمستشار وكذلك على المستوى ديال الحزب، وحقيقة كانت كتربطني به علاقة خاصة. الله يرحمه، نمشيو انا وياك الحق الرد سي نبيل تواجد، جاوبني على الانتقادات الموجهة لك. مرحبا واجد. مرحبا. حق الرد ضيفنا هو نبيل بن عبد الله. نبيل بن عبد الله، اشنو ردك على الناس اللي كتقول بان عندك موقف من الصحافة الوطنية؟ موقف ايجابي في نفس الشيء، شتي داكشي اللي كنقولوا على السياسة كنقولوا على الصحافة، بمعنى انه الصحافة هي بداية اخلاق ومبادئ، و الاخلاق بمعنى لا ديونتولوجي، صحافة بلا ديونتولوجي بلا احترام مرجعيات والاخلاقيات ديال المهنة ما كايناش. الصحافة الا غتبيع وتشري بها، الصحافة الا غتبدا ضرب عرض الحائط وعدد واجب الاعلام واحترام الخبر وقدسية الخبر ما بقاتش الصحافة. فبالتالي انا من الناس الذين حاولوا الاشتغال، انا تعلمت هذا الفضاء، هذا تعلمته مع ناس اللي كانوا كيزوجوا بين الصحافه والسياسه، مناضلين، والاخلاق اللي كاينه في السياسه هي الاخلاق اللي خصها تكون كذلك في المجال الصحفي. فلذلك لما كنت وزير الاتصال حاولت ندير امور لصالح الصحافه الوطنيه، واعتقد ان الجميع يذكر ذلك بخير. لذلك انا ولكن كنقدر الصحافة وكان نعتبر أن الصحافة عندها دور أساسي في البناء الديمقراطي ديال أي دولة، شريطة أن تكون صحافة بأخلاقها موضوعية بموضوعية الرأي ودقة الموضوع. واخا شنو ردك على الناس اللي كتهمك، ماشي أنا، الناس اللي كتهمك بالتكبر؟ أوف، هذا مشكل عندي أنا في الواقع، ربما ما كتبانش لما كنكون في البرامج، إن تغلبت شوية عليها وخدمتها، تخافيي سو موامين، خدمت على ذاتي. هو أنه كما قلت لكم لما كنت بقي طفل كنت خجول جدا جدا جدا، فلما بديت كنولج الفضاء الجامعي ثم في نفس الوقت كنخدم في السياسة كنت شوية متحفظ ويعني حدودي، وديك الطريقة باش كنت كنعبر على طبعا الحدودية كان كيجعل الناس كيعتبروا بان ما نراه وكانني متكبر، ولكن وعيت بذلك لان توجهت لي الملاحظه، ففهمت بان ما خصني ندير عمل على ذاتي، وحاولت نديره في هذا الاتجاه، وهذا الجانب الاول باش نتغلب على هذا الامر. وكثير من الناس اللي كتكون عندهم هذا الاعتقاد في البدايه في الوهله الاولى، لانني ما كان فاتحش مباشره على الناس، ولكن لما كان لا غلاس سوبريز، لما كيتهرس هذاك الحاجز، الناس كيكتشفوا رجل اخر، وكيقولوا لي بان كنا كنعتبروا انه، ولكن في الواقع كيدرك الموضوع بان الناس كي ماشي ناس، بعض البعض البعض الناس البعض. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني انني مواقفي كنحملها بصرامه، بليونة في التعامل من أجل الإقناع، من أجل التوليف، لكن القناعات اللي هي القناعات ديالي والاقتناع اللي كنحملو قوي، وبالتالي لما كتكون ضرورة أنني ندافع عليها ما كنرحمش. ربما هذا الشيء كذلك كيجيب لي أمور بعض الآراء من هذا النوع. واخا كنتي بغيتي ترد على شي انتقادة ولا اتهام ما قلتوش لك في الحلقة؟ لا أبدا، ما عندك حتى شي حاجه ترد عليها. انا رجع انا وياك ربما نقول واحد المساله مره كنلاحظ في الصحافه ديال اليوم وفي بعض المنابر، لان بعض الامور تاتي هكذا اما ازاء الحزب اما ازائي انا. بغيت نقول بانه البعض اللي كيقوم بذلك بشكل تلقائي الله يعاونه،
شغلو هذاك حقه. والبعض اللي مسخر من أجل ذلك أنني كنعرف شنا هو المجال الإعلام مزيان وكنعرف شنو وقع فيه اليوم وأن راه ذلك لا يؤثر فيا. أنا مبقاش تضيعوا وقتكم معايا، راني في مواقفي سأضل، وفي اقتناعي سأضل، وفي انتمائي لحزب التقدم والاشتراكية سأضل، لأنني قوتي في ذلك. سي نبيل، أرجع أنا وياك ساعة قبل البرنامج، أتقبل تدخل معي البرنامج ولا لا؟ معلوم نقبل ندخل معك البرنامج، خاصة بعد ما مر الآن. ربما نقول لك بصدق ومزيان، أنت ما صعب عليك تدخلها، غنقولها أنا. كان عندي شوية ديال التردد لأنني كنت كنعتبر بأن البرنامج يمكن يكون شوية كما كنقولوا بيبل، يكون شوية موجه فقط للشخص ولهذا، واش كدير واش شنو الأكل ديالك وشنو إلى غير ذلك. وأنا ما كنبغيش بزاف نتكلم على راسي كشخص، نتكلم على مواقفي، نعم، على حزبي، نعم، على مساري إلى غير ذلك. فبالتالي كنت متحفظ، لكن في النهاية أعتقد أن كان توازن إيجابي جدا على هذا المستوى. شكرا. وتبارك الله عليك، وتبارك الله على طريقة تقديمك لهذا البرنامج. شكرا شكرا. الميساج منك الناس اللي كيشوفونا في الكاميرا ديالك، نقول لهم بأنه نتمنى أنهم في الظروف الحالية يبقوا مع ذلك متفائلين. المغرب في أمس الحاجة في قطاعات عديدة كثيرة، من السياسة إلى الثقافة، مرورا بالإعلام، مرورا بالأوضاع الاجتماعية، الناس، بالتعليم. المغرب دار أمور، ولكن بقي أمامه طريق شاق باش يزيد حقيقة يحسن من الأوضاع الجانب. هذا الأمر هذا إحنا في حاجة فيه إلى كل وحدة منا وكل واحد منا. نثقوا في بلدنا، ورغم النقائص اللي فيه، رغم السلبيات اللي فيه، راه هو في أمس الحاجة إلى كل واحد منا باش نحاولوا نرفعوا مشكلنا. يقال صدق أمانة والكذب خيانة، بلا شك الأمانة كتبقى صفة مطلوبة وإلحاح، خصوصا إذا كان الحديث حول رجل سياسة كيحمل على العاتق ديالو إيجاد حلول لمشاكل وهموم الناس. نتمنى أن ضيفنا نبيل بن عبد الله كان صادق معنا وقدر يقربكم أكثر من شخصيته وأفكاره. أما أنا ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم الأسبوع الماجي مع ضيف جديد. السلام عليكم.